السلام عليكم، ازيكم يا ماما؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية الامر يعني كنت هنزل فيديو معاكم وصفة، كان المفروض ينزل امبارح، بحد اقصى كان ينزل النهارده. في نفس الوقت لفت انتباهي فيديو سبق ونزلته، او بس مباشر سبق ونزلته من خلال شهر شهر ونص. بداية الامر انا محبش اتكلم عن النسخ دي من الفيديوهات، او بعتمد على النسخ دي من الفيديوهات كنسخ اساسية، لان محتواها محتوى اكل مش محتوى كلام. بعض النسخ مثلا تكون خارجه عن محتوى الاكل، كانت بتكون صادره في نطاق بث مباشر او في فيديو رد على الاسئله. من قيمه شهر شهر ونص عملت بث مباشر على قناتي، وكان يعني معايا فيه صدفه جات. في نفس الوقت انا ما كنتش مركز في التعليقات، في اللي هي الدردشه المباشره او المحادثه المباشره في البث ده، لاني انا يعني كنت ملاحظ ان في تعليقات سلبيه. يعني هي التعليقات دي ما كانتش صادره على نطاقي انا، لان اللي يميزني عن الاخر هو محتوايا ونقلي للوصفه بمصداقيه او بكامل الشرح على اكمل وجه. في نفس الوقت انا ما كنتش عاتي انتباه او للشاشه المباشره في البث المباشر ده. انتوا كنتوا شايفين التعليقات دي انتوا، بس انا ما كنتش واخد بالي منها. طبعا اي بث مباشر بيتعمل بيجي بعده ما الفيديو بيتعالج بيجي تعليقات تحت في صندوق الوصف تحت، يعني اللي هي تحت، احنا طبعا بننزل في صندوق الوصف بيبقى حاجه اسمها تعليقات تحت خالص، بتبقى ملهاش دعوه بالمحادثات اللي صدرت او نشأت في البث المباشر. بتبقى تعليقات تانية، مثلا الناس اللي ما حضرتش بس مثلا ما شافتوش اي حاجه من كده. في المرحله دي ما لفتش انتباهي البث المباشر او تعليقاته، لان طبعا عارفين ان اي فيديو بنزله برد على التعليقات على قد ما اقدر، على اكبر كم من التعليقات او كل التعليقات لو الوقت استبع معايا ان انا ارد على تعليقات. فتحت الفيديو ده من يومين بالظبط، نزلت تحت شفت التعليقات، لقيت التعليقات بتدور على كام حاجه زعلتني انا. هتكلم على نطاق التعليقات دي كانت شامله على ايه. التعليق الاول كان بيقول انت دفعت كام يعني لصدفة عشان تعمل مثلا معاك بث مباشر او في نفس الوقت تعمل لك دعم او اي حاجة من الحاجات دي. بداية الامر انا عمرها ما خدت مني يعني اي مقابل اللي هي تنزل لي لينك قبل كده، او في نفس الوقت عملت عندي البث المباشر بمقابل، سواء من حاجتين نقدي او عيني، مفيش اي حاجة من الحاجات دي. هي الفكرة كلها اللي انا كنت اعرفها من قيمة 3 سنين، ال3 سنين دول مكنتش فتحت قناة ولا كان ليها اسم أصلا في محتوى طبخ على اليوتيوب. إنما كان كل كلامي معاه كان كلام يعني على نطاق وصفات خلطة كنتاكي، الحاجات اللي احنا عارفينها مع بعض دي. بعدها فكرت إن أنا أفتح قناة، كانت قناة طبخ اللي احنا فيها حاليا. أنا يعني قعدت فترة طويلة عشان اجيب 1000 مشترك و4000 ساعة. في خلال الحالتين دول قعدوا مني 8 شهور او 10 شهور، لا 8. ال1000 مشترك حققته في 4 شهور، وال4000 ساعة كانوا في 8 شهور، جمعت الاتنين مع بعض كده. في نفس الوقت هي كانت رافضة ليها تعمل دعم القنوات. انا دخلت بعت لها رسالة على الفيسبوك على الواتس، قلت لها انا محمد كذا يعني عندي قناه، قالت لي ابعت لي لينك وهنزله لك الساعه 11. نزل الساعه 11 بالظبط. بعد كده كانت جت عندنا فضوليات وعملنا فيديو، ما عملناش فيديو اتقابلنا يعني، بس ما كانش في بالنا اي فيديوهات. لقيتها نزلت لي لينك على الفيس، كل ده بدون اي مقابل، لحد الان عمرها ما خدت مني اي مقابل خالص. فانا بحكي لكم بس عشان في ناس يعني اما بيبعتوا في ناس ما بتردش عليهم، فبيجي يقولوا مثلا طب عشان ردت عليك اتخذت منك مقابل اي حاجه من الحاجات دي. في الفتره دي انا رحت عنده من دمياط، الكلام ده من 2 سنين، في نفس الوقت ما خدتش منه مقابل ونزلت لي لينك من غير ما اعرف. لقيت القناه زايده معايا 200 مشترك على طول. هما نزلوا لي تقريبا لينكات يعني ما يقرب ل 11 مره 12 مره لحد الان، يعني كله بدون اي مقابل.
العلاقة بيني وبينهم هم يعني اعتبرونا أخ ليهم، هي طبعا زي أختي الكبيرة بالظبط. في نفس الوقت أنا لما حد بينفعني أو يفيدني بحاجة ما بقدرش إن أنا أنساها، خصوصا من سنة بالظبط لما أنا كلمتها في شهر 8، لأن الموضوع اليوتيوب ده بيبقى بمواسم، المواسم بتاعته غير شاملة ونطاق الصيف خالص مع معظم القنوات، لأن اليوتيوب عبارة عن شركة، الشركة دي متأسسة ماسكة قنوات معينة وقنوات معينة، قنوات تلاقيها عالية في الموسم ده، في نفس الوقت قنوات تانية بتهبط في الموسم اللي ورا. فزي ما بقول لكم كده، يعني الموضوع كله قائم، يعني اللي أنا كنت في شهر 8 اللي فات مش عارف ما كانتش عجبانة خالص، كلمتها قلت لها هبعت لك لينك تنزله لي وهل يمكن بمقابل أو بدون، يعني بمقابل نقدي. قالت لي أنا يعني مش هاخد مقابل منك. نزلته لي كان من 8000 ل 40000 مشاهدة في يوم أو في يومين بالظبط. فأنا يعني حابب بس إن أنا كنت أرد على التعليقات اللي صدرت من خلال النقطة دي، خدت منك كام مقابل أو بدون مقابل أو كده. آخر حاجة أنا بقولها، أنا بطبيعتي إن أي حد بيفيدني بأي حاجة أنا بذكره في فيديو، سواء صاحب قناة أو مش صاحب قناة، أو مشهور أو مش مشهور، دي طبيعته. وأصبح اللي حد يشكر حد في واقع إحنا عايشين فيه حاليا ده بقى أمر مستبعد، لأن معظم الناس أما بتاخد وصفة من حد أو بتاخد معلومة من حد، أنا اللي اتعلمت من نفسي، محدش علمني حاجة. أنا مش كده بقى، مثلا أنا الشيف شريف خدت منه وصفة قلت اسمه، فلان استفدت منه بحاجة قلت اسمه. فأنا بس ما كنتش حابب إن أنا أطول الفيديو، وآخر حاجة مقدما أنا ما بخرجش بره نطاق المحتوى، أنا كنت بتكلم في نطاق واقعي عشان بس الناس تبقى فاهمة كل حاجة. منتظر بإذن الله الوصفات الجاية. السلام عليكم.